رغم انفتاح المملكة السياسي تجاه سلطة الأسد، الأردن يعلن إحباط عمليات تهريب جديدة للكبتاجون قادمة من مناطق سلطة الأسد. نحو 82 ألف برميل متفجر ألقتها قوات الأسد على السوريين خلال 8 سنوات، وعمليات الإخفاء القسري مستمرة. معبر أبو الزندين يتجهز لاستقبال النازحين من لبنان ودخول المدنيين باتجاه مناطق سلطة الأسد، وقصف مدفعي يطال المعبر. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولات تهريب على حدود بلادها الشرقية مع سوريا، حيث حاولت أكثر من مجموعة الاجتياز مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب. وقالت القوات المسلحة إنها دارت اشتباكات مع المهربين ما أدى إلى مقتل أحدهم وتراجع البقية إلى العمق السوري، فيما تم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزة المقتول إلى الجهات المختصة. التقرير والتفاصيل. تتجدد عمليات تهريب المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية. مصدر معظم هذه العمليات تكون مناطق سيطرة سلطة الأسد. القوات الأردنية أعلنت عن إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة على حدود بلادها الشرقية مع سوريا فجر الأحد، حيث دارت اشتباكات بينها وبين مجموعات حاولت اجتياز الحدود مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد المهربين في حين تراجع البقية إلى العمق السوري، فيما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. على التوازي مع عمليات التصدي لتهريب الكبتاجون عسكريا، تبحث المملكة عن منافذ سياسية لدعم هذه المواجهة. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر متابعة في دمشق لم تسمها أن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لسوريا في 20 تشرين الأول الماضي تخللها الحديث عن ملف المخدرات الذي يتهم بالضلوع فيه ميليشيات محلية مدعومة من إيران. وعلى ما يبدو فإن زيارة الصفدي دفعت سلطة الأسد إلى العمل على تحسين علاقاتها مع الأردن، بحسب الصحيفة التي ترى أن ذلك كان عبر ملف المخدرات، خاصة إن سلطة الأسد بدأت في الآونة الأخيرة من تكثيف عملياتها ضد شبكات تجار ومروجي المخدرات. كان آخرها مداهمة سلطة الأسد لشبكة الترويج والتجار بالمخدرات في شقة سكنية ببلدة بيبلا في ريف دمشق، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وقد تم ضبط 8 شبان و6 نساء بينهم لبنانيون وفقا لموقع صوت العاصمة المحلي. عشرات الملايين من الحبوب المخدرة ضبطتها الحكومة الأردنية على حدودها مع سوريا منذ تطبيعها مع سلطة الأسد، والتي تحاول إبعاد نفسها عن الواجهة في عمليات تهريب وإنتاج المخدرات، رغم التقارير التي تثبت تورطها في ذلك، بينما لا تكل المملكة عن البحث ضمن أساليب وسبل جديدة لحل معضلة باتت تؤرقها. وينضم إلينا السيد باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات من اسطنبول. أهلا بك أستاذ باسل. ما هي ردود الفعل المتوقعة من الحكومة الأردنية بشأن استمرار عمليات التهريب من مناطق سيطرة سلطة الأسد؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة الأردن هو بطبيعة الحال يتخذ معظم الإجراءات التي يستطيع القيام بها من التنديد بهذه المحاولات، التواصل مع الأطراف الرسمية الممثلة للنظام بخصوص هذه المحاولات، تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية من وقت لآخر، اعتقال الجهات الضالعة في هذه القضايا، ووصل الأمر إلى قيام بعمليات أمنية داخل الأراضي السورية نفسها واعتقال مهربين أو تنفيذ عمليات عسكرية للقضاء على المجرمين يعني المعنيين بهذه جرائم المتعلقة بالتهريب وغيره. بالتالي يمكن القول أن الأردن إلى حد كبير يقوم أساساً بمعظم الإجراءات المتوقعة، وربما حتى يتجاوزها إلى الإجراءات التي يعني لم يكن يتوقع أن يتم الوصول إليها بسهولة، وربما هذا ما يعقد الوضع
أساسا على الحدود، بمعنى أن الأردنيين يشعرون أن الكثير من الإجراءات يتم اتخاذها بالفعل ولا يوجد نتائج. نعم. هل سلطة الأسد جادة وقادرة على مكافحة المخدرات كما تقول في مناطق سيطرتها؟ بالتأكيد يعني سلطة النظام ليست جادة بهذا الأمر، وأولا يعني لابد الإشارة أن النظام لديه تاريخ طويل في القمع والقبضة الحديدية والإمساك بزمام الأمور، ولا يتوقع أن هكذا أنشطة بهذا الحجم بهذا الشكل تتم ضمن مناطق منسوبة إلى سيطرة النظام، والنظام لا يستطيع إيقافها والسيطرة عليها، بينما النظام يلاحق مثلا من يمكن أن يكتب مثلا بوست بسيط على السوشيال ميديا ويأتي به من أي مكان. الأمر الآخر، من المعروف وبوثائق دولية وأممية اليوم أن النظام يعتاش على هذه الأنشطة وتشكل مصدر اقتصادي ودخل له، وهو يعني وبالتالي هو ليس فقط يسكت عنها ويستفيد منها استفادة جانبية، هو في الحقيقة يعتاش عليها، تشكل جزء أساسي من ميزانيته، وهذا يعني يؤكد أو يعضد فكرة أن النظام لا يسكت فقط عن هذه الأنشطة، بل ويدعمها ويديرها بشكل أو بآخر. نعم سيد باسد، لماذا تقتصر عمليات سلطة الأسد ضد شبكات تجار المخدرات على المناطق الخاضعة لسيطرتها بدلا من الحدود مع الأردن؟ يعني هي في الأساس عمليات النظام بمناطق معينة دون أخرى تعطي طابعا انتقائيا، بمعنى أنها يعني تشكل حالة شكلية وكأن النظام يقول أنه هو يمارس هذا الفعل، يحاول أن يعطي انطباعا بأنه فعلا هو يقاوم عمليات مخدرات في مناطق معينة أو في مناطق دون أخرى وما إلى ذلك، يحاول أن ينسب هذا الفعل أو هذه الأنشطة إلى أطراف أخرى مثل المعارضة أو غيرها. لكن في النهاية يعني الصورة اليوم بسبب حجم كبر حجم هذه الأنشطة واضحة بأن النظام هو ضالع في هذه الأنشطة بشكل أساسي. نعم، شكرا لك باسل الحفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات، كنت معنا من اسطنبول. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي عن اعتقال السوري علي سليمان العاصي في عملية ليلية داخل الأراضي السورية غربي بلدة صيد الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي بحسب تجمع أحرار حوران المحلي. وأضاف البيان أن العاصي كان يعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني ويشارك في جمع معلومات استخباراتية حول تحركات الجيش الإسرائيلي على الحدود. وأشار البيان أن العاصي كان تحت مراقبة دقيقة قبل اعتقاله ويخضع حالياً للتحقيق داخل إسرائيل، ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية الاعتقال أو تفاصيلها إلا يوم أمس، على الرغم من مرور 3 أشهر على مدة الاعتقال، حيث أبقت إسرائيل الأمر سرياً طوال هذه الفترة لأسباب غير معلنة حتى الآن. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إلقاء الطيران المروحي لسلطة الأسد ما لا يقل عن 82 ألف برميل متفجر على مختلف المحافظات السورية. وأضاف التقرير أن آخر تاريخ موثق لاستخدام البراميل المتفجرة في البلاد كان من شهر تموز من عام 2012 وشهر آذار من عام 2020، وأن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، بينهم أكثر من 1800 طفل وأكثر من 1700 امرأة، إلى جانب تنفيذ 93 هجوما ببراميل متفجرة محملة بالغازات السامة وأربع هجمات ببراميل تحوي مادة حارقة استهدفت مناطق مدنية. وأشارت الشبكة السورية أن استخدام البراميل المتفجرة من قبل قوات الأسد ساهم في تشريد مئات الآلاف من السوريين وسهل السيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفيا خلال تشرين الأول الفائت لعام 2024، بينهم 8 أطفال وسيدة. وأضاف التقرير أن هناك 194 حالة اختفاء قسري و131 حالة منها على يد سلطة الأسد، و17 منهم اعتقلتهم سلطة الأسد قسرا بعد عودتهم من لبنان. وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. ونوه التقرير أن سلطة الأسد تسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية
مما أتاح لها إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. ارتفعت أعداد ضحايا اللاجئين السوريين في لبنان منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان في 11 من شهر أيلول إلى 213 قتيلاً بحسب شبكة لبنانيون ديبادت. وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 37 امرأة و52 طفلاً، وأسفرت الضربات خلال 24 ساعة الماضية عن مقتل 6 لاجئين سوريين بينهم 3 سيدات، يأتي ذلك في ظل التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل وبعد سلسلة الغارات التي تستهدف عدة مناطق في لبنان. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. لتنمية المواهب وتعليم الراغبين، الرسامة شيرين تفتتح معهدا للرسم والحرق على الخشب في عفرين. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. تعرض معبر أبو الزندين لقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة سيطرة قوات الأسد قرب مدينة الباب شرق حلب، ما أدى لإصابة مدني عامل في إحدى المنظمات الإنسانية. جاء القصف بعد التجهيزات في المعبر لدخول قافلة مدنيين من السوريين القادمين من لبنان نحو مناطق شمال غرب سوريا، وعبور عدد من المدنيين نحو مناطق سلطة الأسد. وعقب التجهيزات شهد المعبر احتجاجا لمجموعة من المدنيين رفضا لافتتاح المعبر بين مناطق سيطرة سلطة الأسد ومناطق سيطرة الجيش الوطني. وينضم إلينا سراج الشامي مراسل حلب اليوم من الباب. أهلا بك يا سراج، ما هي آخر التطورات في المعبر؟ مرحبا بك يا حلب يا أستاذ المشاهدين. طبعا المعبر الى الان هناك حاله هدوء داخل المعبر بعد ان تعرض للقصف المباشر من سلطه الاسد بخمسه قذائف ادت لاصابه شخص، وايضا بعد ان قبل ان يتم القصف على المعبر كان هناك قطع من الطريق الواصل من قبل المعتصمين المتواجدين على طريق معبر ابو زندين داخل خيمة الاعتصام، الذين لا زالوا معتصمين إلى اليوم 68 إلى حد اليوم لإيقاف افتتاح المعبر. نعم سراج، ما هو رد فعل الشارع حول افتتاح المعبر؟ الشارع في مدينة الباب منقسم ما بين مؤيد افتتاح المعبر ومعارض افتتاحه. المؤيدون يرون بأن افتتاح المعبر يلقي بمكاسب اقتصادية على المدينة، وخصوصا الحالة الاقتصادية المتردية التي تعيشها المنطقة، وسيسهل عملية دخول المدنيين من وإلى مناطق الشمال السوري. فيما يرى المعارضون أن افتتاح المعبر سيكون هو أولى خطوات التطبيع مع النظام والاعتراف بسلطة الأسد كحاكم لسوريا، ولذا فهم يرون أن إغلاق المعبر واجب في الثورة. ما حجم مرور المدنيين عبر هذا المعبر؟ وهل كان هناك إقبال الوافدين عبر المعبر من مناطق سلطة الأسد؟ طبعا اليوم لم يدخل أو يخرج من وإلى مناطق سلطة الأسد أي شخص. كان هناك تجمع كبير، وخصوصا أننا تلقينا معلومات عن وجود قافلة للسوريين الذين أتوا من لبنان إلى مناطق الشمال السوري، ولكن لم يتم دخول أي شخص. وأيضا كان هناك عدد كبير من العوائل التي تريد الدخول إلى مناطق سلطة الأسد عبر معبر أبو الزندين، وتم الذهاب إلى معبر عون أدادات الذي يقع في مدينة جرابلس لخروجهم إلى مناطق سلطة الأسد. نعم، شكرا لك سراج الشامي مراسل حلب اليوم، كنت معنا من الباب. قال فريق منسق استجابة سوريا إن عدد الخيام المتضررة ارتفع بشكل كبير في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في شمال غرب سوريا إلى 88 وحدة سكنية موزعة على 39 مخيما في مناطق إدلب وحلب.
وأضاف الفريق أن أكثر من 2 مليون نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع عجز واضح بين احتياجاتهم وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات لزيادة الدعم وتقديم حلول جذرية لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات. استجابة للحاجة الكبيرة في القطاع الطبي شمال سوريا، تجري بعثة طبية أجنبية تتبع لمنظمة ميد جلوبال، وتجري عمليات جراحية باختصاصات نادرة في مشافي إدلب، وتضم البعثة 8 أطباء من أوروبا وأمريكا بتخصصات متعددة. للمرة الخامسة منذ زلزال شباط 2023، 8 أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية يزورون الشمال السوري ضمن البعثة الطبية لمنظمة ميد جلوبال، بهدف تقديم الفحوصات والرعاية الطبية وإجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة للمرضى. الزيارة التي تجري بالتنسيق مع مديرية صحة إدلب توزعت ضمن 5 مشافي وعيادة متنقلة في المخيمات. في إطار التنسيق المستمر بين مديرية صحة إدلب ومنظمة ميد جلوبال، وصل وفد طبي قادم من الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عمليات جراحية نوعية فريدة في شمال غرب سوريا. تتضمن هذه العمليات عدة تخصصات، منها الجراحة العصبية والجراحة التجميلية وجراحة اليد والعناية المشددة وتخصص القلبية عند الأطفال والداخلية العامة. الوفد الطبي من ميد جلوبال أكد خلال زيارته على أهمية دعم وتزويد المراكز الصحية في الشمال السوري بالمعدات والأدوات اللازمة لمساعدة الكوادر الطبية في تشخيص وعلاج الحالات المرضية قدر المستطاع، قبل أن يفقد المرضى فرصة التدخل الطبي اللازم لعلاجهم. أود القول أن الناس في هذا الجزء من سوريا بحاجة للكثير من المساعدة. لقد رأيت رقما كبيرا من الحالات هنا الذي بحاجة لتدخل فوري، وبعضهم وصل إلى عمر حرج، وإذا لم يتلقوا العلاج اللازم خلال وقت محدد فسيؤدي ذلك إلى وفاتهم. ركضنا فيها كثير وطلعناها على تركيا ورفضوا العمل الجراحي بتركيا، وهوني قال ما بقص العمل الجراحي للأطباء هون. لا الطبيب هون قال لا، خلال 5 شهور إذا وضع التوتر الشرعي عنده كويس بينعمل العمل جراحي وبتعيش حياة كريمة. فأعطونا تقرير كامل وقال بس تجي البعثة هذيك بتواصلوا معنا وبيعملوا لها قسطرة وبقرر وضعها إن شاء الله. آثار إيجابية كبيرة تتركها البعثات الطبية التي تزور الشمال السوري من خلال إجراء عمليات معقدة للحالات الأشد حاجة وخطورة، إضافة إلى الخبرات الجديدة التي تكتسبها الكوادر الطبية العاملة في المنطقة من أطباء البعثة، كما تظهر للوفود الأجنبية حجم المعاناة التي يواجهها القطاع الطبي بعد تقليص الدعم عن عشرات المشافي والمراكز الصحية. تسعى مديرية صحة إدلب لرفض الشمال السوري بالبعثات الطبية بشكل متواصل لمعالجة الحالات المرضية المعقدة ورفع الكفاءة العلمية والعملية للأطباء والممرضين. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. افتتحت الرسامة شيرين معهدها الخاص للرسم والحرق على الخشب في مدينة عفرين. يتميز المعهد بتعليم الرسم على الخشب والاهتمام بتنمية المواهب. مرحبا، أنا اسمي شيرين بريمكو، طالبة جامعة سنة رابعة بكلية التربية بعفرين جامعة غازي عنتاب. أنا افتتحت هذا المعهد، هو طبعا قسمين، قسم تعليمي وقسم فني. طبعا المعهد مرخص من التربية بعفرين طبعا، والمعهد خاص هو. تم افتتاحه تقريبا من حوالي 2 أسبوع 3. طبعا في له كذا اقسام، في عنا القسم الحرق على الخشب، في عنا قسم الفيلوغرافيا، وفي عنا قسم اساسيات الرسم. قسم الحرق على الخشب طبعا انا اخذ دوره مدتها 8 شهور، اتدربت عند مدربه تركيه، المده كانت 8 شهور بمنظمه بكلنان، وطبعا اخذت الشهاده
وحبيت أفتح بهذا المجال. طبعاً طريقة الحرق هي في خشب خاص له، نحن طبعاً ما له متواجد بعفرين، نادراً لحتى تلاقي منه من وصل منه يا أما عزازي أما تركيا. بيكون الخشب السماكة 3 سنتي أو 4 سنتي، بيتم الرسم وبيتم الحرق عليه. في عنا طرق إنه كتيرة لحتى نحرق عليه. أول طريقة هي إنه نجيب ورق كربون نطبع الرسمة طبعا بعدين نحرقها. وطبعا في أغلب الطلاب عندهم أساس بالرسم، بيحبوا هن يرسموا بعدين يحرقوا عليها. طبعا الحرق على الخشب هو جهاز ترانس، وفي له جهاز على شكل القلم إنه بيتم الحرق فيه. طبعا له درجات للحرق، في من الخفيف للغامق، وفي له كذا رأس مشان يتم تخطيط مثلا للرموش للعيون للخدود للشعر. طبعا بحب وجه رسالة للأهل انه يضلوا وراء الأطفال، ما يخلوا مواهب أطفالهم تضل مدفونة، لانه الطفل بخلق ذكي يعني بيكون عنده كتير أفكار، بس لازم نحن نتابعهم شوي شوي لحتى نعرف هنن بشو بيتميزوا. مثلاً في أطفال كتير بيكون عندهم موهبة بالرسم بس الأهل ما بيكونوا منتبهين أبداً. مثلاً بيروح على المدرسة بيكون صف أول وثاني، الأنسب بتشوف عنده موهبة فالأنسب بتقول للأهل إنه نموا الموهبة، فبيكون طفل عادي بسيط بعد فترة بيصير فنان. مع بدء هجرة طائري الحسون من تركيا باتجاه سوريا ولبنان، ينصب الصيادون شباكهم للإيقاع بالطائر الذي تراجعت أعدادها بشكل كبير خلال الأعوام السابقة، ما ينذر بانقراض هذا الطائر. بترقب وانتظار ويد قابضة على الشباك، يستعد أبو محمد لصيد طائر الحسون. مغريات حضرها للإيقاع بالطائر، صوت سجل مسبقا لنداء حسون وطائر آخر بالقفص يغرد وكأنه يدعو أقرانه. مغريات لا تقاوم، تودي بالطائر المهدد بالانقراض لشباك الصياد. بالنسبة لصيد الحسون باشر عنا من 15/10 ل 15/11، ونحن بهالشهر هذا يعني ندار نطلع كهواية ومنه منستفيد منه، عرفت شلون؟ نطلع من الصيادة، نطلع من الساعة 5 الصبح ولبعد الظهر مثلا لساعة 1-2 ومنروح عبيتنا. وعصفور يعني كتير حلو، وبجينا مهاجر يعني من تركيا من دول أوروبية. خلال الأعوام السابقة تراجعت أعداد الطائر بشكل كبير وبات لا يشاهد بكميات كبيرة كما السابق، ما ينذر بخطر داهم على الحسون المصنف على لائحة الطيور المهددة بالانقراض. وساهمت أعداد الصيادين المتزايدة وغياب قوانين الصيد بتعجيل هذا الخطر. هو مهدد بالانقراض بهاي السنوات فعلا، يعني كثرة الصيادين بهاي المناطق، وبالنسبة للصيد صاروا يصيدوه يعني بتركيا، صار صيادين كثير بتركيا. فالحسون هو طائر غشيم يعني عنده شوية غشم، فبينزل بكثافة على الصيادين. بس شغلة حلوة يعني هون بالمناطق هاي انه يفلتوا الانثاية، يعني الصيادين عنا ياخذوا الذكر ويفلتوا الانثاية مشان المحافظة على التكاثر. تعتبر سوريا نقطة لعبور الكثير من الطيور المهاجرة القادمة من تركيا وأوروبا باتجاه لبنان والأردن وباقي الدول، وغالبا عدد كبير من هذه الطيور لا تصل وجهتها بسبب الصيد ومخاطر الطريق، ما يجعلها على قائمة الطيور المهددة بالانقراض. تعتبر بلاد الشام موطنا للعديد من الطيور المهاجرة ومنها الحسون المهدد بالانقراض، والاستمرار في الصيد الجائر للطائر يهدد بخلو بلاد الشام من الحسون بحسب تقارير صحفية صدرت مؤخرا. أحمد شمالي، حلب اليوم. نهاية نشرتنا لهذا اليوم، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.